مبادرتي من أجل الحياة تقدم. واو، اللعبة دي ركز بينا بزاف، كتهدر على العلامات الطريق. لا ليه؟ حيت نفس الأشكال. واش كتعرف شنو كتعني الدائرة الزرقاء مثلا؟ كرة زرقاء. الدائرة الزرقاء كتعني الإجبار، إجباري تمشي نيشان، إجباري الدور، طريق إجباري على الراجلين. دابا ماما إجباري يشري لي المثلجات ياكي؟ لا ممنوع، وهادشي اللي كتعنيه الدائرة المحددة بالأحمر. ممنوع الدور، طريق ممنوع على الراجلين، طريق ممنوع على الدراجات، ممنوع السرعة، والمثلث المحدد بالأحمر كيعني الخطر. نوبتك دابا. خطر الإنزلاق، خطر الحدورة، خطر الأبقار، خطر الدراري الصغار، ولكن هادشي ما يمكنش. الدراري الصغار ماشي خطر. إذا كانوا ما كينتبهوا حتى الحاجة كتعتبروا خطر. أما العلامات اللي على شكل مربع ولا مستطيل كتعتبر معلومات. مثلا أنا دابا كنعلمك باللي وصلنا لنهاية الحلقة.